هنلاقي في بادي من مطار القاهره مسافرين. تعالوا بقى احكي لكم اليوم كان من اوله كان ماشي عامل ازاي. اول حاجه اتحركنا من المنصانه واصحابي من بدري واتحركنا على مطار القاهره عشان انا اركب طيارتي من هناك. وخلاص وصلت المطار وكان لسه على طيارتي حوالي ساعتين. اخويا اللي هيوحشني كتر اقسم بالله. وهنا السيد حب اللي هو يجي يسلم عليا قبل ما امشي عشان هو كان قاعد في القاهره ما كانش قاعد معانا في المنصور. وانا هنا خلاص كنت سلمت على اصحابه ودخلت من باب المطار وكان معاه صاحبي مش عارف هو دخل ازاي بيخش اي حته واسطه. خلاص ختمنا يا جماعه وداخلين الى الطياره. احساس جامد يا رب. وده بقى مكان اسمه سوق الحور ممكن تشتري منه حاجات قبل ما تطلع للطياره. طبعا احنا معناش فلوس فاحنا مش هنشتري حاجه يعني. هنتجول كده ونشوف ونستكشف. يا جماعه المطار كبير والواحد لو هو مسافر المفروض يروح اقل حاجه قبل الطياره بثلاث ساعات. المطار كبير قوي فانت هتتوه فيه اصلا كده هتتوه. وخلاص اخيرا وصلت قدام صاله الانتظار اللي انا هركب منها الطياره بتاعتي. ياه مفيش اجمل واحلى من الراحه بتاعت المطار انت تقعد كده تستنى الطياره بتاعتك. طبعا الترانزيت بتاع الصين الاول على الصين وبعد كده هرجع تاني اليابان. ربنا يسترها بقى معانا. الوقت جه الميعاد اللي احنا نطلع الطياره. نطلع ناخد شنطتنا الجميله نطلع الطياره. شنطه تقيله قوي يا جدعان. ده بقى ممر السعاده. نيهاو نيهاو نيهاو. انا عايز اقعد جنب الشباك. يا جماعه انا مكاني مش جنب الشباك ودي حاجه زعلتني. طبعا انا زعلت قوي عشان مكاني مش جنب الشباك. قلت بس ان انا احط الشنطه وبعد كده اشوف المشكله دي بعدين. ده حطينا الشنطه كله تمام التمام. دلوقتي ركبت الطياره هتوديني الصين ترانزيت وبعد كده هركب من الصين توديني اليابان. بص هو سكه حوالي 17 18 19 ساعه. فادعوا لي بقى ان احنا نوصل بالسلامه. بصوا يا جماعه انا عملت فيها من بنها قعدت جنب الشباك مش عارف بقى هم حد هيجي يقومني ولا لا. انتوا عارفين بقى المصريين بقى لما تشغل دماغك. يا جماعه الطياره بدات تتحرك ربنا يستر. انا قاعد مكان المضيفات. وهنا المضيفه رجعتني مكاني تاني. وانا فهمت منها المكان ده بتاعهم هما بيناموا فيه. وكان في مشروبات صينيه قلت ان انا هجرب كده وادوق بس كنت بشم الريحه كده ما كنتش بعرف اشرب خالص ولا ادوق منهم اي حاجه. وجه بقى وقت الاكل كده بعد ست ساعات من الطياره بدا ان هما يوزعونا كل واحد فينا وجبه. وطبعا الصوصات بتاعت الصين ولا تتاكل ولا تتشام. ونيجي بقى نخش على الاكل. هو الاكل شكله حلو بس الواحد خايف ان هو ما يكونش حلال. وقلت بقى ادوق كده واشوف طعم الاكل هيبقى عامل ايه. بس انا بصراحه كنت خايف اكل عشان ممكن ما يكونش حلال. دي شيمونه صاحبتي اتصاحبت عليا واحنا قاعدين في الطياره قاعده تبغي معايا طول الطريق. وبصراحه كده انا زهقت من كتر القعده فقلت انا اقوم اتمشى شويه في الطياره وبالمره اقوم استكشف الحمام. واحلى حاجه تشدك في حمام الطياره كده اللي هو واسع وجميل كده وتعرف تاخد راحتك فيه. وانا بقى كنت صحيت على المضافات ونيموني في المكان اللي هم المفروض يناموا فيه. الوقت يا جماعه انا استنيت اخر حاجه في الطياره خالص عشان انزل بهدوء كده ومحدش يقعد يخبط فيا. الوقت خلاص يا جماعه استلمنا التذكره بتاعت الطياره الثانيه فاحنا دلوقتي هنقعد ترانزيت اربع ساعات لغايه لما الطياره الثانيه تيجي. طبعا انا واصل الصين الساعه 5 الفجر والطياره بتاعتي الثانيه اللي هتوديني اليابان الساعه 9 الصبح. فلسه هستنى بقى 3 ساعات عشان هو فات ساعه دلوقتي فلسه هستنى 3 ساعات لغايه لما الطياره تيجي الثانيه. اكتر موقف حصل لي وحش ان هم خدوا مني المايه بتاعتي اللي انا جايبها من مصر والعصير اللي انا جايبه من مصر. فانا بقى اشرب ايه؟ انا جايب حاجات من مصر عشان اشربها. فده مين قال له ما ينفعش يطلع على الطياره؟ دلوقتي يا جماعه هنشغل الواي فاي. شوف الواي فاي اشتغل ازاي بالباسبور بالتاشيره. ابتدي يشتغل على الباسبور بتاعي. اهو طلع. يا جماعه انا شغلت الواي فاي بالمكنه دي طلعت لي كود بحطه في الشبكه بتاعت الواي فاي فالواي فاي بتاعي بيتفتح على طول. ده سلم النجاح. الوقت داخل المطار وخايف قوي
بسبب المشاكل اللي بتحصل مع العساكر ومعانا، وكمان انا خايف عشان انا ما بعرفش اتكلم انجليزي قوي يعني وكده. رحت بقى اخد الشنطه بتاعتي. يا جماعه الحمد لله ما حدش سالني على حاجه، وختمت الباسبور ودخلت البلد الحمد لله. اول حاجه بقى هنعملها بعد ما استلمنا الشنط وختمنا الباسبور ان احنا هنغير عمله بقى. كاش كاش حمامات هنا نظيفة جدا جدا. تمت العملية بنجاح، هنطلع الغرفة بتاعتنا. أخيرا الواحد وصل من 3 العصر لغاية الساعة 7 بالليل. تاني يوم من 3 العصر لغاية 7 بالليل تاني يوم لسه واصل اليابان ولسه واصل الغرفة بتاعتي. الواحد هيستريح ويصحى الصبح يعمل لكم فعاليات بقى في طوكيو واليابان وساكا عند الخبوة. يلا بقى انا هنام انا وافتح. باي.